مدينة الشوارع المحفرة، لأن أغلب طرقاتها لا تصلح لسير السيارات، وفي بعض الأحيان لا يمكن السير على الأقدام لا سيما في أوقات الشتاء. قضاء بلد ليس الوحيد في المعاناة. بمحافظة صلاح الدين فالمحافظة كلها تعاني نقص الخدمات وسوء الإدارة، كما يقول مواطنون لكاميرا برنامج مع الناس حيث تجولت بين السكان وأسواق المدينة. والله بالنسبة للانتخابات، الانتخابات المن انتخب. احنا بالنسبة لي ما انتخب، عائلتي ما تنتخب. المن انتخب؟ ننتخب الفاسدين؟ المن انتخب؟ احنا نريد تغيير الوجوه كلها، نريدها الاحزاب ما نريدها نهائيا، ما نريدها. ومن دمرنا الاحزاب غير راح ننتخب الكتل السياسية. السياسي ايش حصلنا من عندهم؟ ايش حصلنا؟ الوجوه نفس الوجوه. هو انا ابوي هسه مصموط، المن انتخب المن؟ المن؟ انا من العوائل الشهداء، انا عندي حتى شهيد. هم 9 مليون وزعها عمار حكمت، وزعوها على اساس مال الشهداء، 9 مليون دينار واحد منطاني يقول انا اعطيها من جيبي الخاص. طالبت المحافظه، طالبت القائم مقام، وردت وعالجت، انا حقي بسيط مخذوليا. ومن لحد الان احنا تايهين، احنا عمي تايهين. المن انتخب المن؟ احنا نريد غير هاي الوجوه ننتخبها. احنا نريد صالحين، هذول كلهم مو صالحين، لان احنا مصدمنا. ما صدمنا بعد شنو؟ بعد شنو؟ شنو؟ المن 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 نريد نشوف المن بعد المن. هم نفسهم الكره بيديهم، هم واحد يقول لك هذا فاسد وهذا فاسد وهذا فاسد وهذا فاسد وهذا فاسد. احنا تايهون، نريد نعرف الفاسد منه. هسه اصله محتمل انا يطلع الفاسد، لان يعني انا محتمل اطلع الفاسد. محتمل انا شاك بنفسي، محتمل انا الفاسد. ليش يا عمي؟ بيش يطلبونه؟ بيش يطلبونه يا عمي؟ يا عمي ابسط حقوق حمالتنا، حقوق ما نقدر ناخذها. عمي حقنا موجود، هسه موجود بالقائمه المقاميه صدار، وقالوا له تعال عمي هذا حقك استلمه. قلت لهم ما استلمه الا اضمن حق القاصرين اطفالي واطفالي حتى مدى اشوفهم. عمي انقطعت من طونيا، قال لي انا اعطيته من جيبي خاص. يا عمي المن ننتخب؟ يا عمي اما اذا راح نحشي النحشايه مو حلوه، ما ادري راح تلعبون تقولون تعال عمي شتمني صفحني ما ادري شنو سواني ما ادري شنو ما ادري. يا عمي احنا ناس فقراء يا عمي جوز عن حالنا، وخلونا ناكلها الخبز. عمي نريد نطلع حالنا حال اولادنا من برا للخارج، نريد نداوي، نريد نسوي ما كل شيء. يا عمي واخوش واحد نقدر نحكي وياه يا عمي؟ نقدر والله. عيشتنا من رب ما جسر. عيشتنا شنو؟ عيشتنا عمي؟ يا عمي والله عيب علي. انا بالنسبه لي انطي انا عيب علي انطي 200,000 دينار بالشهر، كل شهرين ابو الرعايه الاجتماعيه وعاجز كليا وغيره. ما انتوا ليش ما تعرفوها؟ انتوا ما تعرفوها؟ انتوا يعني مو حششتوا دماغنا؟ والله ما عدنا نحبكم ابد، والله ما عد احباني اي واحد، ما عد احبكم والله. ليش؟ لان هذا ابسط شيء، يعني الخبز ما ماكل اكله مال اوادم، اريد اداوي، اريد اطلع اروح اجي، ماكو يا اخي. ليش؟ تخشف. انتم مصيتونا مصمت والله، رضعتونا رضع يا عمي. ما بينا بعد حليب يا معودين، احنا نريد وجوه طيبه حلوه على الاقل. هسه احنا على الحافه يا عمي، على الحافه هسه اريد واحد ينقذنا. اريدكم كلهم تكونوا تطلعون، ما اريدكم لا رئيس مجلس وزراء. يا عمي انتوا والله ما اقدر احكي بعد غير حكي، لين ما اقدر احكي يا عمي. احنا تعبنا والله، تعبنا يا عمي، تعبنا. وانتوا وجوهكم متفحه عمي متفحه. انا هسه اذا اجيب خليه من الخلايا تبقى تمص بيكم بعد مليون سنه، ما تخلصون، ما تموتون. لأن ما أدري يا سبحان الله، هلا أطلعوا كافي، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقكم بس أنتوا ما انخلقتوا بس أنتوا يا عمي،
والله ما انخلقتوا بس انتوا، والله العظيم ما انخلقتوا بس انتوا. هلا ترى هلا بالفقران، انتم بالشبر واربع اصابع باكر، اذا متوا اربع شبر واربع ما تتفقرون بيه انتوا، الله ما تتفقرون بيه. الحكومه كلها ما بها فايده، هذا احنا نريد تغيير جذري من رئيس الجمهوريه الى رئيس مجلس الوزراء الى الشرطي. الشرطي نفسه ما تتغير، لان فسد حتى الشرطي فسد تغيير كليته، او حتى في سبيل لعل ترجع الحياه بينا على الوجوه النظيفه اذا جتنا، لعل لعل، لان احنا سياسيين يا مساعد السياسيين، السياسيين انا عندي هنا في بلد السياسيين اروح عليهم. اويلي اويلي، مو انا اخاف احكي وهم ما ادري ما حلو هالحكي، اخاف احكي وما حلو. يا عمي السياسي نقدر نحكي ويا كائن من يكون، بس السياسي ما نقدر عليه نحكي ويا. يا معود السياسي نقدر نحكي ويا، يا عمي من الصخام الصخام اذا نقدر نحكي ويا سياسي. السياسي جوا الله باربع اصابع، السياسي ابو الحشم وابو الكل مع كل ابو الكل. اوه يا عمي يا عمي، هذا سياسي هذا سياسي هذا سياسي سياسي يا عمي. بس احنا الفقراء لا والله مديوس علينا تعبتنا، الله ان شاء الله فايروس يطيرها كل الاحزاب كلها عن بكره ابيها ان شاء الله. الله يقلقلها تقلقل مثل ما قلقلونا مثل ما طيحوا حظنا، واللهم ان شاء الله يحمينا ان شاء الله منهم. والريد الله سبحانه وتعالى عدني الريد وجود تحيينا يا معود يا معودين يا عالم يا ناس، ترى نذلينا انهانينا ماكو شي بينا. واذا انا مو من اللوقية اجي اتلقلق المسؤول ابد نهائيا، ولا احب مسؤول ما اتلقلق، بس اللي عتب على الدين تلقلقون لهم. بس وهمانين 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 كل من يتلقلق السياسي، لان الكرسي رايح الكرسي رايح الكرسي الكرسي رايح يا عمي يا عمي الكرسي رايح. والله ان شاء الله ينتقم من كل ظالم اللي يظلمنا. انا حقي راح، انا مظلوم وكل السياسيين داخل البلد يضرون بينا. انا من النوع اللي لا حول ولا قوه الا بالله. الله 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 عليكم، الله الله عليكم، الله عليكم. انا ما مشخص واحد، لان كلكم بيناتكم متضاربين. دا تقولون الجهه الفلانيه فازت، الجهه الفلانيه راح المليار 500 مليار من هنا، عبرت من هذا وعبرت من هذا وطلعت من هذا وجتني من هذا وطلعت من هذا. يا عمي جيبنا فارغه احنا هسه، اريد 100,000 دينار ماكو بجيبي يا عمي يا عمي يا عمي. هلا تلهلا هلا تلهلا، شلع قلع اريدكم كلكم، حالنا حال البشر اريد نعيش. ميتونا ميتونا، والله الله ينتقم من كل ظالم، الله ينتقم من كل ظالم. كأمان في محافظة صلاح الدين ما موجود، يعني احنا اليوم كمواطنين نعيش أسوأ حالات الأمان. ماذا يعني اليوم قبل يومين سمعنا خبر على أساس أنه بطريق كركوك تكريت سيطرة وهمية وخطفت لما يقارب ال 15 من 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 عائلة وقضت عليهم، ومن ضمنهم اختطفوا ولحد الآن ما يعرفون مصيرهم. أي وضع أمني؟ شلون نقدر نقول المحافظة رجعت أمنيا غير من اللي نسمع أنه الأمور الأمنية والإجراءات اللي تتخذها الحكومة صحيحة؟ يوم أمس أيضا في تل الذهب جنوب محافظة صلاح الدين خرق أمني آخر، مسلحين يقومون بإطلاق عيارات نارية على عناصر من الحشد الشعبي ويوقعون بينهم قتيلين وثلاث جرحى. في وسط سامراء قبل ما يقارب الأربعة أيام أيضا حالة من تسلل لعصابات الإرهابية على مناطق الجزيرة والصحراء، يحاولون إثارة الأعمال الإرهابية في هذه المنطقة. في تكريت أيضا، أي وضع أمني نتحدث اليوم؟ إذا ما أردنا أن نلتمس الوضع الأمني يجب على الحكومة أن تقدم رؤيتها على خططها الأمنية لحماية المواطنين.
اليوم في محافظة صلاح الدين الوضع الأمني يكون 100% بسبب وجود الخروقات التي تحدث هنا وهناك بين الفترة والأخرى، والمواطن هو الضحية. في الدجيل أيضا قبل أيام أيضا حدث خارق أمني بحدود منطقة الدجيل من تسلل العناصر الإرهابية. إلى متى نبقى نسمع هذه الأخبار؟ وإلى متى يبقى يعيش المواطن حالة الرعب حتى وهو في بيته؟ لا نستغرب إذا ما سمعنا يمكن بعد كم يوم إنه يقولون تكريس سقطت. ما راح أستغرب أنا اليوم كمواطن، لأن هذه الأحداث هي نفس الأحداث اللي سبقت سقوط تكريت عام 2014. قبل أسبوع أو أسبوعين بدينا هم نسمع هيك أخبار وأحداث إنه فلان دائرة دخلتها عصابات إرهابية وسيطروا عليها، وفلان دائرة ما أدري صار بيها، وأحداث بتكريت. نفس الوضع اليوم ونفس الحالة بدينا نعيشها. خلال 10 أيام انقضت علينا في محافظة صلاح الدين، أغلب الأغذية في محافظة صلاح الدين شهدت تحرك لعصابات الإرهابية. إذن ماذا يؤشر هذا الموضوع؟ يؤشر أن الوضع الأمني في محافظة صلاح الدين بدأ يعود إلى سابق عهده، إلى الانهيار الأمني. لذلك علينا على القوات الأمنية، خلي نستفاد من خبراتنا، خلي نستفاد من تجارب اللي مرينا بيها، خلي تكون هناك وقفة جادة تفعيل العنصر الاستخباري في المحافظة. هذا الموضوع إذا عولج بالتأكيد راح نخلص من كثير من الأمور، وإذا ما عولج هذا الموضوع فانتظر اسمع أخبار سقوط المحافظة من جديد. طبعا احنا بمحافظة صلاح الدين نعاني من نقص الخدمات بصورة عامة، كهرباء، الماي، النفايات ما احكي لك عليها، البلدية ما لها اي دور بهاي الناحية. النفايات بكل مكان تلقاها موجودة، يم البيت، بالشارع، بالمدارس، كلها تسبب امراض. هاي من الناحية النفايات، ومن الناحية السلبية طبعا 100% منتهي من عندها. طبعا من ناحية الماء يجينا طبعا ما شاء الله طين للبيت، مو ما يشرب، مع احترامي لك الحيوان ما يقدر يشربه، ما يطين. وين الخدمة بالموضوع؟ وين دور دائرة الماء؟ وين دور البلدية؟ تجي من ناحية الكهرباء ساعة تجي وعشر ساعات طافية. وين الخدمات؟ احنا كبلد نفط، بلد إمكانية، بلد أموال، وين الخدمات بالموضوع؟ عرض افتهم يعني وين؟ ملينا احنا كشعب، ملينا من هاي الوضعية، وضعية تعبانة، وضعية يرثى لها. طبعا احنا كمواطنين يعني يمكن بيدي انا اكثر الامرار نصير متطوعين كشباب، نم الاوساخ من يم البيت، نم الاوساخ. لو من يجي كابو البلدية انطيني 5000 يابا مالي، ايش انا لميت لك الاوساخ ليش؟ وين الدولة؟ وين راتبهم؟ وين ما يستلمون راتب؟ لا دي يستلمون، بس هو العراق اصبح كله عبارة عن استغلال. فاحنا هاي الوضعية ما نقبل بها كشباب. احنا عوائلنا ذا تتأذى، يعني ريحة النفايات تسبب لنا أمراض بالبيت، بالمدرسة، بكل مكان. لازم يتطور الواقع الخدمي بمحافظة صلاح الدين ضروري. انتهينا من مرحلة داعش، مرحلة الحرب، لازم نتوجه للخدمات، لازم نتوجه للبناء، للمستقبل. شو وقت نحس احنا حالنا كحال الدول البقية؟ إلى متى؟ العراق متأخر، يعني العالم ده تتقدم نحو الأمام، العالم ده توصل، والعراق باقي آخر الناس. ليش العراق ثاني دولة بالنفط، يعني أكثر مكسب عندها، مكسب قوي يا أخي، والله شيء يدوخ العقل. يعني احنا ملينا من هذا الشيء، يعني احنا أموالنا هائلة، المفروض أحسن خدمات، أحسن مدارس، يوفروننا كل شيء المفروض، بس هذا الشيء ما موجود مع الأسف. بعد سقوط النظام عام 2003 ولغاية سنة 2018، كل هذه السنوات يعني أكثر من عقد من السنين، للأسف الحكومة العراقية بمؤسساتها، بدوائرها، بمعظم طبعا مؤسساتها، وزاراتها ودوائرها، سجلت طبعا أخفاق، والأخفاق ربما يشهد للقاسي والداني، أخفاق بملف ربما الاقتصاد، وايضا التاخر في يعني استتباب الوضع الامني. لا تزال هناك يعني خروقات امنيه تحصل بين فتره واخرى. بالنسبه للجنبه طبعا السياسيه اللي
من خلالها طبعا تشكلت عندنا هالة الفساد بشكل كبير، فساد يعني أينما تدخل في أي دائرة في أي مؤسسة في أي وزارة تشاهد بأم عينيك حالات الفساد، ربما العلنية يعني أصبحت وليست مخفية، لم تعد سرا أبدا. للأسف ديوان الرقابة المالية لا يتابع آليات صرف الأموال، وإن كان حتى يتابع فهو لا شك أنه يعني الكثير من يعني أعضاء هذا الديوان أو موظفي هذا الديوان هم للأسف فاسدين. كذلك النزاهة، هيئة النزاهة أيضا عليها ملاحظات كثيرة ومؤشرات كبيرة. الأموال طبعا تختفي بشكل غريب، شكل مستغرب جدا، أموال طائلة دخلت إلى العراق ما يقارب 900 مليار دولار خلال هاي السنوات من 2003 إلى 2018. لا يعلم المواطن أين ذهبت ومن تصرف بها، وللأسف يعني ارتفع عندنا مؤشر خط الفقر، ارتفع عندنا مؤشر البطالة، كثير من الشباب عاطلين عن العمل، فرص تعيينات لا توجد، فساد ينخر بالاقتصاد نخر. يعني نعود أيضا للحديث عن الفشل الحكومي، فعلا هو فشل حكومي بامتياز. لم تقدم هذه الحكومات المتعاقبة ما يحسن من واقع المواطن العراقي من خدمات أساسية ورئيسية. إلى الآن نعاني من كثير من المشاريع المتلكئة لم تكتمل، إلى الآن مشاريع مطلوب أن تنجز لم تنجز، إلى الآن نازحين لم يتمكنوا من العودة بسبب خراب ودمار منازلهم. يعني ملفات كثيرة تؤكد فشل هذه الحكومات، والتي تكونت للأسف من الأحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يعني احنا نقول بالعامية يحود النار القرصتة. أحزاب انشغلت فقط في المصالح الحزبية والفئوية والشخصية، وراحت تبحث فقط عن ما يمكن أن تستحصله من هذه الأموال، وبالتالي الضحية الأولى والأخيرة أصبح المواطن. اليوم يعني نعيش وضع سياسي عقيم، لا زال الفساد مستمر، لا زالت يعني الجهات التي تتابع عملية مكافحة الفساد ضعيفة وهي فاسدة أيضا، فساد حتى في القضاء، فساد حتى في المحاكم، فساد في هيئة النزاهة، فساد في يعني كثير من مفاصل الدولة فاسدة، مؤسسات فاسدة، وزارات فاسدة، كثير منها، لا نقول الكل لكن الأغلبية نعم فاسدة. ويبدو أننا لو بقينا على هذا المنوال وعلى هذا الحال ربما استمر هذا الفساد، ويبدو أنه حتى يعني أقوى حتى من الإرهاب، لأنه ربما كالعدو الغير واضح المختفي والذي ينخر كما أستفت بالاقتصاد. بالتالي هذا يعني الأمر ولد حالة من يعني الفقر يعني مرض وفقر وحاجة وعوز وأيتام وعوائل شهداء وجرحى يعني بمئات الآلاف دون حقوق دون رعاية. السياسة أيضا لعبت دورها في عملية يعني اللعب يعني على مشاعر المواطن، ربما تأتي لمرشحين يضعون برامج انتخابية لا ينفذون ربما 1% منها، إحباط كبير، يأس كبير، بلغ اليأس حده، لأن التجارب أثبتت ويعني برهن أغلب السياسيين بأنهم لا يصلحون أن يمثلون الشعب. للأسف نحن نعيش في دوامة، هذه الدوامة لا نعرف ولا نعلم متى وكيف سنخرج منها، ربما نحتاج إلى أن يتغير حتى النظام السياسي في العراق من نظام محاصصي مقيت إلى نظام جمهوري يحكمنا ربما رئيس واحد، حتى وإن كان يعني رئيس يعني فاسد واحد، ولا نشاهد هذه الطبقة برمتها ربما هي فاسدة. الواقع مؤلم جدا، يعني أنا أتحدث معك وأنا مجروح، لا أعرف يعني كيف سيكون المستقبل. خارطة الطريق للحل سياسيا في هذا البلد يبدو أنه معقدة كلش، ربما يعني كما قلت لك ربما فقط في الدستور عندما يغير
النظام السياسي، وهذا أيضا أمر مستحيل تقريبا، وعندها سوف يمكن الحد من الفساد المستشري في مفاصل الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كمواطنين عراقيين كشعب عراقي نعاني من كثير من الضغوطات، حالات النفسية بسبب السياسيين، بسبب الانتخابات الجاية، يعني نعاني ضغوطات هواية، يعني لا وظائف موجودة متوفرة في كافة المحافظات وخاصة في محافظة صلاح الدين، يعني وظائف ماكو، عندك تعليم وظائف صار مقاربة 8 سنين 10 سنين وظائف تعيين ماكو لوزارة التربية، عندك الصحة هاي السنة على أساس قالين أنه تعيينات ماكو، ما عرف تتأجل إلى 2018 2019، عندك يعني هواي مواضيع أمور كثيرة راح تتأجل خلال هاي السنوات القادمة. يعني إحنا كشعب عراقي كل واحد يريد يحصل لقمته، يريد يسترزق من عدها، واحد يريد يتعين يشوف لفد وظيفة بيها خير، يشوف لفد لقمة حلال يسترزق بيها. يعني إلى متى ظل الشعب العراقي في هاي المعاناة؟ إلى متى يعني؟ إلى متى إحنا كشباب نبقى عاطينا على العمل؟ إلى متى؟ إلى متى وإلى متى؟ أنا استنتج استنجد الحكومة بهذا الموضوع، أريد يشوفون الحل إنه بهذا الموضوع، لازم أكو حل، لازم أكو نهاية، كل بداية لازم أكو نهاية. يعني معاناة هواية دلاقي من حيث الحرارة، كهرباء ماكو، كهرباء تنقطع، دائما تنقطع الكهرباء. يعني عندك نجي على الجسمة موضوع الزبالة والنفايات، موضوع خطير وكبير. يعني دلاحظ إنه شوارع مليانة زبالة، لاحظ إنه أكو مناطق يعني ما يتواجدون بيها، ما يتواجدون بيها أهل البلديات، يحافظون على نظافة هاي المناطق. عندك شو اسمه بعض، عندك الشتاء المجاري، عندك المجاري في الشتاء تفيض، والشوارع تلقاها متر مترتين مرفوع الماي على الشارع، والناس بدير تطلع ولا تقدر تمشي. فيعني أمور كثيرة يعاني منها الشعب العراقي، أمور كثيرة تخوني ذاكرة. فالحمد لله يعني نقدر، يعني إحنا كمواطنين نطالب الجهات المختصة، الجهات المعنية، إنه لازم فد شيء يفيدنا، ولو شيء بسيط، ولو أمل بسيط، أمل نستفاد منه حياتنا، إذا كوظيفة، إذا كدائرة كهرباء، إذا كدائرة بلدية نفايات، إذا كدائرة الصحة، إذا كدائرة وإلى جميع الدوائر. وطبعا خدمة الإنترنت، تجي على موضوع الإنترنت، طبعا موضوع الإنترنت موضوع كبير، طبعا أساس قالوا الكيبل الضوئي ينفتح بالأشهر القادمة، ولحد الآن الكيبل الضوئي مدى ينفتح، وإحنا كمواطنين نعاني من ضعف الإنترنت، ضعف كبير وهائل. أكثر الشعب العراقي يعاني من هذا الموضوع، لأن حتى كبرامج دي تنزل على الإنترنت مدى تنزل في ليش ضعف الإنترنت سبب يعني غير مقنع، وكيبل الضوئي لحد الآن المشروع اللي متوقف ومدى يطلقون المباشرة من عنده لحد الآن مدى أعرف شنو السبب هذا الموضوع. عندنا التعليم، طبعا نسبة التعليم، يعني نجي على كموظفين، احنا موظفي التعليم لحد الآن منذ فترة طويلة لم تأتي وزارة التربية أو وزارة التعليم على هذا الموضوع، أو تشوف عندك عاطلين هواية خريجين التربية، عاطلين هواية عن العمل، خريجين كليات عاطلين، ما قاعد، يعني ما عنده وظيفة، تلقاه قاعد لو بسوق لو بمحل ويسترزق هنا وهنا. أنا هذا خريج شو استفاد منه غير خريج كتعليم استفاد منه؟ أحطه بمدرسة، أحطه بمكان استفاد من عنده، يعلم. أكو هواية يجون محاضرين بالمدارس، أنا على شنو بدي اجيب محاضرين؟ يعني انا بوقتها سنه من السنوات او سنتين ثلاثه انا اعاني من المحاضرين، ياخذون من عندي فلوس في سبيل والله شنو مواد عربي ماكو، والله شنو ابو الانجليزي ما موجود عندنا، انا شنو هاي يعني الطالب واقع بيها الانسان، والطالب واقع بهاي الامور. فنطالب يعني وزاره التربيه خاص نص يعني بهذا الموضوع، لان التربيه والتعليم لها دور كبير بنشاه الشباب، نشاه هذا الجيل. التربيه والتعليم الاساس، دور الشاب بالمجتمع، الشعب العراقي. أنا إذا ما أربي وإذا ما وصل مرحلة ما راح ينطيني ناتج صحيح. أنا شنو الفائدة أنجح بالواسطات أو أنجح بكذا مشروع وبالأخير أفشل؟ فأساس التعليم وأساس نشأة هاي الشباب وزارة التربية والتعليم.
طبعا البطالة، يعني البطالة عندنا بطالة كثيرة في الشعب كشعب عراقي، يعني تعاني. يعني شوف يعني هسه أبسط مثال، يعني شوف الشباب قاعدة ما عندها أي شغل أي عمل، تدور على أي لقمة أي وظيفة أي 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 عمل مناسب تروح تركض عليه، تروح تشتغل به، أي شركة أي 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 أبو أي أبو 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 محل يلقى يحتاج عامل أو يحتاج عمال أو كشركة تحتاج عمال، تشوف شباب إقبال شبابي عليها كثير. ليش؟ لأن البطالة دا تأذي الشعب العراقي. يعني أنا كمواطن هسه أني يعني أعاني ليش؟ لأن وظيفة ما عندي. أنا جاي أشتغل هسه حاليا بمكان بمحل أسترزق من عنده، محل هذا محل لو ما أني أشتغل بي وأسترزق من عنده أني ما يجيني رزق، ما أقدر أكل ما أقدر أعيش. فيعني بطالة كشعب عراقي نعاني من هذا الموضوع كثيرا. يعني فيعني نريد فتشي نستفاد منه، نريد هذول الخريجين يصعدون يستفادون، نستفاد من عندهم احنا الخريجين. يعني مو هذول يتخرج ويكمل دراسه ويتعب على نفسه واهله تعبانين عليه ويقعد بالبيت على الطاله بطاله، ما يصير هيجي، ما يصير. انا الخريج الواصل مرحله الواصل الكذا اجيبه احطه بوظيفه، احطه بمكان، احطه بشركه، احطه باي مكان كان من يكون. أنا شنو أجي أقعد؟ أنا شنو أتخرج وأقعد على شنو تعبت 12 سنة 13 سنة 14 سنة 15 سنة أكون يتعبون على نفسهم وأهلهم يتعبونهم؟ ليش؟ حرامات الشعب تلقاه تعبان، تلقاه لا وظائف، تلقاه لا 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 فدرات يعينه ويعين أهله بي، وما واقع بيها غير الفقير، ما واقع بيها غير الفقير والما عنده والضعيف والمحد سانده ولا الحكومة ساندته ولا أقرب الناس إلى ساندي. طبعا اما بالموضوع الجانب الاقتصادي فهو مرهون ايضا بتحسين العمليه السياسيه في العراق، وبما انه العراق يعتمد على النفط كريع اساسي في بناء مستقبله وبناء اقتصاده، حيث ان هذه المشكله اصبحت متجذره ومتاصله في السياسه العراقيه السياسه الاقتصاديه العراقيه. لكن لو فرضنا لو 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 اهتمت الحكومه العراقيه بموضوع تنوع المصادر وتنوع الانتاج وكذلك الاعتماد على الموارد الداخليه لاصبح الاقتصاد العراقي افضل ما هو عليه الآن. أما بالنسبة للواقع الأمني فنطالب ونتمنى من الحكومة العراقية، بل يجب على الحكومة العراقية الالتفات إلى بعض المواطن الخلل ومناطق الخلل في المناطق خصوصا المناطق الرخوة، المناطق التي شهدت عمليات التحرير بعد سقوط داعش، لأن هناك أكيد هذه المناطق تحتوي على الكثير وعلى العشرات من الخلايا الإرهابية النائمة والتي ليست نائمة إنما هي تحاول الانقضاض على المواطن بأي وقت كان. أما بالنسبة على مستوى الخلافات السياسية فهي موجودة طبعا، أكيد لا تخلو من الخلافات السياسية، وهذه الخلافات السياسية بدأت تظهر الآن بشدة بسبب قرب الانتخابات، لكن لا يجب أن لا تكون هذه الخلافات السياسية على حساب المواطن وخدمة المواطن. بصورة عامة في محافظة صلاح الدين الوضع السياسي تقريبا شبه مستقر بسبب تقارب وجهات النظر، لكن نتمنى أن تحل جميع القضايا السياسية. خدميا نطالب الحكومات الحكومة المحلية وحكومة المركز بالالتفات إلى الجانب الخدمي الذي هو بمساس مع المواطن العراقي. نطالب الجهات الحكومية بأخذ بعين الاعتبار أهم الاحتياجات الأساسية، خصوصا نحن مقبلون في فصل الصيف، من إنتاج الطاقة الكهربائية وخدمات البلدية وغيرها. والله كهرباء ماكو، ساعات تشغيل المولد مدى صيرها ساعتين ثلاثة والإمبيرات تصير غالية، أهل المولد ما جاي يرحمون المواطنين أبد، وساعات التشغيل دا تكون قليلة جدا، والوطني أصلا ماكو، انقطع البلد ويجي ساعة ساعتين ويطفي، وأهل المولد يأخذون نفس الأجور ويرفعون الأجور مرات. بالنسبة للخدمات التنظيف، شوف الشوارع مالتنا متروسة زبالة، تنظيف ماكو، اعتناية بالمدينة ماكو، البنية التحتانية مال المدينة كبناء وبناء ملاعب وهاي كلها قديمة وعلى نفس الحطة صار لها سنين، كل شيء ما سووه بالمدينة ولسه على وضعها التعبان. هاي صار نحن سنين ينتخبون ويجي واحد جديد بمكانه وكل شيء ما يسوي، ما يغير أي شيء بنفس الوضع اللي نعيش به. بالنسبة للماي، الماي ننتظر أيام وأيام وماي ماكو، من يجي يجينا خابط، وإحنا جهالنا دا يتمرضون من وراء هاي الحالة، وإحنا نقول شنو يعني شنو نسوي، مين نجيب ماي؟ هو نفس اللي الوضع هذا صار له سنين. بالنسبة للماي، تعيينات الطالب هنا جاي يدرس ويتعب ويدرس 12 سنة ويتخرج وتالي تعيين ما يحصل،
والتعيينات منقطعة صارلها فترة كبيرة، يعني خريجين من سنوات هواية نفسهم قاعدين، وخريجين هاي السنة هم نفس الشيء راح يقعدون، يعني مستقبل ماكو. فالواحد ديش يدرس خوب يبطل وبعد ما يدرس التعيينات ماكو. نرجع من هذه الحكومة يشوفونا بشوفتهم، يعني احنا جايين منك نحل اللي هنا صار لي شهر، انا عايف اهلي وعايف ابوي وعايف امي ومرضى وكذا، يعني تعيينات يشوفونا بشوفتهم شعرف، يعني نجي لناك ليه جاي شغل ماكو وحالتنا تعبانة كليش، ويعني دمار. فنرجع من الحكومة هاي شوفنا تعيينات جيش شرطة عمي كل شي نروح زين، واحنا يعني متغربين منك ليه جاي، مو متغربين وانما عايفين اهلنا وجايين وكذا، وتعرف انت بعد وشغل ماكو، يعني والله شغل والله ما حصلنا كل شيء، يعني هسه متغرب منك ليه جاي هذا محصل شيء منك ليه تعبانين، وضعنا تعبان الى ابعد الحدود، وشكرا وريدنا يعني بس يشوفونا بشوفتهم، يعني ها هي والله اتمنى اريد تعيينات، اريد واحد يعني هسه انا خريج ثالث متوسط ما كل شيء، يعني وانا عفت دراسه وعفت اهلي وعفت كل شيء ارد اعيش اهلي. فاللي نرجو من الحكومه ان تهيئ لنا وظائف ب 2018 او حتى اذا كان في 2019 حتى نعين كل سبب معين لاهلنا، يعني لازم هذه الحكومه تسوي لنا هاي الاشياء، يعني الشباب اللي جاي تهاجر خارج العراق جاي يعيشون هناك حياتهم حياة حرية وحياة جميلة، يعني غض النظر عن اللي صار بالعراق وإن شاء الله العراق راح يكون أفضل بحال الله، بس اللي نرجو من الحكومة أن تهيئ الوظائف وتعين الشباب تسوي لهم معين حتى يكون لهم حافز للعمل، حتى يكون لهم تطوير بالذات، طبعا أهم شيء الذات، وبعد هواية أشياء يعني جاي يستعينون بخبرات غيرنا، يعني السلدول البنغلاديش اللي جاي يجيبوهم وجاي يشتغلون هنا إذا حتى إذا كان عامل بمحال هذا هم ما جاي اثر على البطاله عندنا، لان البطاله شيء مو طبيعي بالعراق، فاللي نرجو انه يكفون عن هذا الشيء، ولازم يكون للعراق يعني الاول العراق اللي هو العامل الاول حتى يكون بعمله او بوظيفته، واللي نرجو من الحكومه ايضا لما تنزل من سن التقاعد اللي يسوي له 50 سنه او اقل حتى يكون مكان شاغل غير الشباب اللي متخرجين، طبعا لان بعض الشباب اللي متخرج جاي تاخذ وظائف شهاداتها وتقعد بالبيت، اما تشتغل عماله او كوفي شوب، يعني هسه محامي خريج 4 سنين بكليه يقعد يشتغل بكوفي شوب او كازينو، يعني وين اللي ربط بالموضوع اذا كان هو محامي وهسه يشتغل بكوفي شوب او كازينو؟ طبعا هذا الشيء هم معيب ان العراقيين انه هذا الشيء، يعني محامي وشخصيته يعني مرموقه انه يكون عامل بكازينو، اولا هو شغل مو عيب، بس لازم يعني الواحد يهيئ له وظائف او يكون صاحب يعني عمل حتى يعني يحفز بعض الشباب، لان هسه بعض الشباب يشوف اللي متخرج من الكليه او من معهد او من جامعه ذاب شهادته وقاعد يشتغل عماله او فاتح له بسطيه وقاعد يبيع بيها، وهذا ما راح يشوف هاي الشيء، هذا راح يوقف الدراسه وراح يلتجئ لهذا العمل، فهذا ما راح يصير عندنا تطور بالعراق، راح نستعين بخبرات غيرنا وراح يكون العراق فاشل الى ابعد الحدود، ولا راح يتطور العراق ولا راح يصير به شيء طبعا، لان العراق يعني ما شاء الله خيراته خير من الله، بس مع الاسف على السياسيين اللي هم يعني الساس اللي نقول عليهم اللي باول ما يصعد يطو تعين العفو يطو تحسين حال، يعني هسه تحسين حال هو شنو شعده؟ اول شيء هو كان موظف، اما يعني حتى وراثه جاي يستورثوها حرام للوزارات كلها مبيع، مو واحد يبيع على الثاني بسعر اللي يريده هو، يعني هذا يعني زين انتم ما تفكرون بحال العراقيين، ما تفكرون بالشباب، ما تفكرون بالفقره اللي عندنا، ما تفكرون هسه واي عالم جاي يعني جدي بالشارع حتى تعيش اهله، ترى يعني هذا الشيء ما صار هذا بكل دول العالم، يعني للعراق يعني بالخيرات، يعني النفط مالتنا يعيش 1000 سنه بعد يعيشنا حتى على الرواتب اللي وزعوهم هذا النفط اللي عندنا. ما يخص الامور اللي تتعلق بالبلد
لاحظنا قبل أيام أنه الموازنة انقرت، لكن تخلو من الوظائف، درجة الوظائف يعني بالنسبة يعني هذول الشباب، يعني شباب خريجين دراسات جامعية وغيرها وغيرها من الأمور، لاحظ أنه الموازنة خلت من أنه توظف هذول الشباب، يعني ماكو درجات وظيفية زين، يعني الخريج هذا الخريج يعني شلون يعلق الشهادة مالته ويقعد، ما مدى نعرف، يعني لازم الدولة تنظر لهؤلاء الشباب توظفهم، السن قانون انه تخفض السن التقاعدي الى درجة مثلا الى 52 سنة حتى يتمكنون هذول الشباب انه يشغلون اماكن اللي سبقوهم. وفيما يخص الخدمات، يعني الخدمات حدث بلا حرج، يعني هناك بعض الأماكن في مدينة بلد يعني تلاحظ أنه سيارة الأزبال ما تمر إلا بال 15 يوم مرة بالمنطقة، تلاحظ أنه عندنا مشاريع متلكئة هواية، يعني منها مشروع المجاري، يعني مشروع المجاري صار وانحفرت الحفر المجاري، لكن المناطق بأقل مطرة تلقاها كلها طافت وغرقت. زين شو وقت يسووها الخدمات هذه؟ ما دا نعرف. زين وهناك بعض الأمور يعني تلاحظ أنه على رئاسة الوزراء وعلى دولة رئيس الوزراء أنه يستحدث فد هيئة ترتبط هذه الهيئة، يعني هذا اقتراحي، ترتبط هذه الهيئة برئاسة الوزراء مباشرة لتفتيش الدوائر الحكومية بالسبوع 3 مرات، زيارات مفاجئة لاستقصاء الفساد الموجود بالدوائر، لأنه في أي دائرة حكومية تروح تلاقي فساد 100%، مستشري الفساد 100%. فنطلبه إحنا من دولة رئيس الوزراء أنه استحداث هيئة مرتبطة برئاسة الوزراء مباشرة زين، والذهاب إلى الدوائر الحكومية بالسبوع 3 مرات زيارات مفاجئة لا يعلم بها إلا الله زين، ويكتبون التقارير إذا كان هناك فساد في أي دائرة حكومية أو أي مسؤول لنقولها. والله الوضع الاقتصادي، بالنسبة للوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي الدول المانحة يعني منحت للعراق هواية أمور، منها الإعمار، يعني لإعمار المدن المحررة، فاحنا نطلب انه جزء من هذه الاموال، جزء من هذه الاموال المقدمه للعراق انه يقومون بها ببناء المصانع، بناء المصانع حتى الاقتصاد انه يتطور وينهض الاقتصاد. يعني بمكان ما نروحنا نجيب مشتقات البان وغيرها، يعني السوق هسه تلقي مليان من البضائع الأجنبية، مع العلم أنه إحنا في بلدنا نقدر هاي المواد نصنعها، فجزء من هاي الأموال المانع ممنوحة للعراق ينبني بها المصانع حتى الشباب هم يشتغلون، إذا ما لقوا وظيفة يشتغلون ويصير شوي اقتصاد ينهض. الواقع التعليمي يعني نلاحظ أنه يعني الوضع الواقع التعليمي لا بأس به، لكن لا يضغطون على الطالب اكثر من اللازم، يعني نشوف انه بعض المعلمين يجي ياخذ لك الماده بس يريد يسر يخلصها، لكن تلاحظ الطالب يعني تساله لا يفتهم لا ما يفتهم، مو هيك يعني، مو شرط انه اخذ الماده من الجلاد الى الجلاد، المهم هو انه يتعلم، مو المهم انه اخلص الماده براسه. زين الواقع الصحي والله يعني ما اوصف لك، يعني ما اقدر اوصف لك، يعني انت تروح على المستشفيات زين تجي توقف سرة يا بالدواء وين، يقول لك الدواء اخذه من برا، زين وين يعني غير يوفرون دواء للمستشفيات، يعني تجي على المستشفى تاخذ باص طبعا على الطبيب يوصف لك العلاج، تروح على برا على الصيدليه يقول لك والله الدواء ماكو، يا بلاش الدواء ماكو والله ما عندنا، زين تروح تضطر من برا تاخذه بسعر غالي. زين وبالاضافه الى انه الناس يعني تعرف الناس تعبانه والاقتصاد شويه ضعيف بالبلد، زين تروح كشفيات الدكاتره حدث بلا حرج، يعني يكتب لك وصفه من برا تاخذها ب 50,000 دينار، زين اذا هو هذا فقير الحال مين يجيب يروح يعني
استغفر الله يا ربي ما نقدر. والله هدي شوفنا يعني هدي شوف حالتنا يعني. والله أنا أشتغل بالشاي يعني وين أروح يعني. والله المصرف بالقوة ده يطلع والحمد لله بالشكر يعني المصرف بالقوة ده يطلع. أكو بعض الناس يعني حتى إيجار عندهم يعني ما يعطي إيجار لو ينطي للطبيب لو يعني وضعية اقتصادية هي تعبانة يعني هي تعبانة. والله عمري 58 سنة وإي والله شو نسوي. والله بصراحة خدمات ماكو، الوضع الخدمي متردي جدا، مي ماكو، كهرباء ماكو، خدمات ماكو، الشوارع يعني لا تبليط لا أرصفة لا توسعة. المهم يعني السيارات كثرت، الماطورات كثرت، وماكو حلول، كل حلول ماكو. يعني أغلب المسؤولين ملتهين بمصالحهم الشخصية فقط. هسا قمنا نشوف بعض المسؤولين وقمنا نشوف بعض اللي مثل ما نقول رشحوا أو يردون يرشحون بدأوا يخرجون للشارع وبدأوا يسألون على المواطن وبدأوا يلتقون بالمواطنين. المواطن العراقي تعبان بكل العراق يعني تعبان تماما، شغل ماكو، عمل ماكو. يعني الـ 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 على العموم المسؤولين الموجودين ببغداد والبرلمان حصراً كل فترة يخلقوا لهم فد مشكلة يلهون المواطن بها في سبيل مصالحهم الشخصية. العراق من الموصل للبصرة يعني المواطن يعاني، يعاني من وظائف، يعاني من خدمات، يعاني من عمل. المواطن اليوم أصبح يعني الموظف عايش وغير الموظف أصبح مسحوق ما عنده أي عمل، يعاني معاناة سواء عائلة إذا كان عنده مريضة وإذا كان عنده طالبة وإذا كان عنده يعني المواطن. نعمة من الله أنه المواطن اللي حد الآن ماسك أعصابه وعايش. يعني المواطن العراقي معجزة، عايش بمعجزة ما موفرت للدولة 10%. بالإضافة إلى ذلك أنه المواطن اليوم أي معاملة يريد يجريها يروح يدفع، يعني ما منين ما كان يجيب ويريد يدفع يكمل معاملته. المواطن العراقي سواء أي معاملة في أي اتجاه الدولة بدأت تفرض ضرائب، ضرائب عالية جدا يعني ما مسؤولة عنه، عنده ما عنده، يقدر ما يقدر يوفر. الدولة تريد تلم فلوس بأي شكل من الأشكال يعني في بكل الوزارات بكل دوائر الدولة. المواطن يروح يقدم معاملة بسيطة في سبيل في بدائرة التسجيل العقاري، بدائرة الماء، بدائرة الكهرباء، جباية عالية جدا وماكو حلول. الدولة ما سوت أي حلول من 2003 ولحد الآن ما قدمت أي شيء للمواطن. بالعكس الدولة بدت هي تأخذ من المواطن، بدت تذب حملها على المواطن. يعني البرلمان العراقي أو الحكومة العراقية بدل ما تفرض هاي الضرائب والجباية على المواطنين تقلل، يقللون رواتبهم، يقللون مخصصاتهم، يقللون النثريات اللي دي يصرفوها. ميزانية انفجارية وميزانية خيالية، يعني إذا نسمع بأرقام عالية جدا بس وين الفلوس، وين الميزانية، وين ذا تروح ما حد يعرف. كلها ماي، الكهرباء، يعني على العموم هسه الجو يعني تقريبا زين، لا هو حار ولا هو بارد، وكهرباء أحسن. ولكن هسه لما الجو تصعد ترتفع درجات الحرارة الكهرباء يعني ما اعتقد تستقر، لانه احنا سبق السنين ذيك اللي مرات كنا نعاني يعني بالصيف معاناة شديدة جدا بسبب الكهرباء وبسبب الماي انقطع. ماكو حلول يعني هذه الامطار الغزيرة اللي مر بها البلد ما لقوا حلول ويستفادون من هاي الامطار، في حين كل العالم اعتماده كلي على الامطار والسيول والفيضانات باستثناء العراق ما اعتمد على هاي الامطار ولا استفاد منها نهائيا. والله المشاريع المتوقفة، كل المشاريع متوقفة الآن، كل المشاريع. وهذا الدليل، شوف الشارع العراقي، شوف الناس، يعني الناس تعبانة، شغل ماكو، عمل ماكو، كساد يعني كساد. المواطن يعني مضغوط عليه حيل، يعني يعاني المواطن من كل شيء يعاني. يعني اللي عنده مريض يعاني، اللي عنده طالب يعاني،
اللي يريد يحسن وضعه الاقتصادي يعاني، اللي يريد يحسن وضعه الاجتماعي يعاني، اللي يريد يتزوج يعاني. ماكو ماكو، كل شيء ماكو حلول، ماكو نهائيا من الدولة. بالعكس الدولة يعني ضاغطة على المواطن أكثر بهاي السنين الجاية من وراء داعش وجاي، ضغط متواصل على المواطن. طبعا صلاح الدين، صلاح الدين يعني تأذي 80-90% تأذت من بسبب داعش وبسبب المسؤولين الموجودين في صلاح الدين. المسؤولين في صلاح الدين يعني غائبين عن المشهد نهائيا، قاعدين بالأردن وبأربيل ويحكمون المحافظة وهم ما يعرفون المواطن منين دا يأكل، منين دا يشرب، منين دا يصرف، منين دا يتزوج، منين المواطن دا يتطبب يروح للطبيب. مسؤولين يعني فاسدين، يعني احنا عانينا ولحد الان نعاني من المسؤولين الفاسدين، مسؤولين ما يهمهم غير مصالحهم الشخصيه وجيوبهم الشخصيه. احنا كسكان محافظه صلاح الدين نعاني من هوايه شغلات، يعني نقص خدمات، ملفات فساد، طبعا موجود هذا الشيء قدام عينك يعني ما يخفى على أي واحد. من ضمنها نقص الخدمات، المشاريع المجاري بلد، يعني مجاري بلد المشروع مبرم عقده ب60 مليار، يعني 60 مليار وما مستفادين من عنده، أخذوها للفلوس وحطوها بجيوبهم وماكو أي نتيجة عنه. ترد مشروع ديزلات بلد، دوزلات بلد يغذي بلد 3 مرات، يعني تقريبا 3 مناطق على كبر بلد. العقد أهمياً مبرم ب30 مليار، زين هاي 30 مليار وينها؟ المشروع متوقف على نسبة 30% أو خلينا نقول 40% ما يخالف. زين كملون يا المشروع وأنت ماخذ ضعف 3 مرات هذا المشروع، هو قال أنه ما يكلف 10 مليار وأنت ماخذ 30 مليار، زين وين المشروع؟ وين الخدمات؟ وين الكهرباء؟ يعني احنا نعاني من هواية بشغلات، ابرزها النفايات. النفايات تشوفها هاك باوع منشورة بكل الشوارع، كل الارصفة، تروح على البلدية يقول لك دفع اموال ماكو، يعني احنا بيش نشتغل؟ همين حقه عامل البلدية، همين على باب الله؟ زين انت انطي حقه حتى يروح يشتغل، انت من تريد واحد يشتغل غير تنطي حقه. ترد هنا الأخوة هم نقول ما يخالف داي بوقون، لكن خلي شوي يديرون بالهم علينا، يعني أنت بوق ما يخالف بس أهم شيء شوية علينا دير بالك. هواية عندنا شغلات، يعني المي الكهرباء يعني صفر، المي تعيينات ماكو، تعيينات خلاص ماكو، إذا ما عندك رشوة أو واسطة أنت أي اسم التعيين، يعني تجي درجات وظيفية كل من يخابر على ابن عمه، ابن عمي وابن خالي، يعني هذا الماشي عندنا هنا بصلاح الدين. البطالة احنا عندنا منتشرة هواية، يعني حدث ولا حرج، البطالة كثير من الشباب اللي عندهم مواهب، عندهم شهادات، عندهم يعني كل اللي تصوره انه موجود هنا بصلاح الدين، لكن ما حد يعين عليهم ولا حد يدير باله عليه، يعني على الاقل انه اجذب هذول الشباب، يعني الشباب هم خطيه، وين يروح لعد؟ يتعين ويقعد بالبيت ما يصير. هسه انت من يتعين عين علي من غير عليك، انت المسؤول، يعني تفكر بنفسك، عايش بغير دوله وناس الشباب هذول، على الاقل هذول الشباب استفاد منهم. هسه روح شوف بغير دول، غير دول يستقطبون من دول اخرى، زين يعني انت شباب هنا بكثره ومكومه، زين اثار داعش بصلاح الدين خرب هوايه بنايات، البنى التحتيه هنا بصلاح الدين اصبحت صفر بسبب داعش. زين هسه داعش راح ولا هسه انت تعال عمر ورا. والله نعاني من المدينة، وسخة حيل، المدينة وسخة بشكل، وماكو شغل، الناس عطالة، ماكو عمل، يجايب لي من غير بلاد يشتغل بمدينة بلد، وهالي مدينة بلد عاطلين ما يشتغلون، جايب لي ما ادري هذا باكستاني ما ادري شنو مشغل، المجاري صفر.
مجاري هاي من تمطر مدينة بلد جيب بلام وعبور، لأن هم صرفوا مليارات على المجاري. شو وين المجاري يومية باكر وعقبه، وإحنا شبعنا من التعهد ومن هذا. هسا تعال انتخبونا، ها شو ننتخب إحنا؟ المن ننتخب والله يعني دوخل من ننتخب والله، ما إيش سووا للبلد حتى ننتخب؟ أشو كلهم حرام يطلعوا فلوسهم كلهم الخارج البلاد، والعراق مالك هجموه وحطموه. والله نعاني عمل ماكو، عمل مدينة قاعدة لا شغل ولا عمل. جاء افتح للمدينة، ها ونعاني من المرور، شرطة المرور في قضاء بلد، المرور في قضاء بلد، شارع البريد تلقى الكيا هوسة، وشرطي مرور يخاف يحكي ويا المواطن، يخاف يحكي وياه، وحوادث تصير هواية. باكر يجينا أيام عاشوراء شلون يعني؟ منين الطب هاي عندك؟ هذا شارع المواكب افتحها، شارع المحيط افتحها، ذاك الشارع افتحها، زين مو هاي أمان؟ ماكو شلون؟ هاي عندنا أطفال وعندنا أولاد وعندنا جهال وأشغال. ده تفتين الحكومة شو طلبنا من عدوية نفذيته؟ هو خلل إداري من أساس الدولة، هي أساس الدولة خلل إداري.